بعد ما مرت سنين على طرد مجموعة ديال 350 ألف مغربي من الجزائر، داكشي طردوا ظلما وعدوانا بدون أي سبب، فقط لأن المغرب كان دار المسيرة الخضراء. سيتي اون ديسمبر 1975. دونك تكونت هذه الجمعية وتكونت في الناظور، وبدينا كنعرفوا بالقضية ديالها وهادي، إلى درجة أن تخلقوا جمعيات أخرين بحال واحدة في الرباط عاوتاني سميتها أمفيا، وبداو الناس زعما كيعرفوا القضية ديالنا وعرفنا بها. وهاد الناس اللي طردوا من الجزائر سي دي ماروكان اللي كانوا في المغرب بيان سيغ، ووقت الاستعمار الفرنسي اللي كان الاستعمار الفرنسي، كانت لوبورتونيتي دو ترافاي، ديك فرص العمل وهذه كانت متاحه في الغرب الجزائري في ذاك الوقت قبل 1962، سو كيفي كانوا هجرات ديال المجموعه ديال المغاربه كيمشيو يخدموا تماك. هي هذيك دونك انا الوالد ديالي والوالده تلاقاو تماك، نيت في وهران تماك، تزوجوا وخلاقين احنا كاملين، احنا الخوت كاملين خلاقين تماك في وهران وكبرنا تماك، وما كناش كنعرفوا المغرب بكل صراحه، يعني حيت عمرنا ما جينا للمغرب، الى ان وصل ذاك ديسمبر المشؤوم ديال 1975، سيتي ميركودي الاربعاء، جاو الكيران عندنا للدار في الحي في كنا ساكنين في سيتي بوتي اوغون روي ادولف روك، اللي كانت دابا ولات شارع عبد الباي باي. علاش كنذكر هاد الاسماء وهاد لي دوني كنعطيهم بالتدقيق باش الناس يعرفوا بان ما راناش كنكذبوا، حيت كاين بارفوا كما كيقولوا شي واحد الجرائد ديال الجزائر كاين اللي كيكذبونا بان هادو كيقول لك مخابرات ديال المغرب وراه غير كيبغوا يخلقوا مشاكل، ما حنا بعاد على هذا الشيء كاع، ما يمكنش علاش نكذب على شي حاجه اللي هي كاينه داكور. واللي زعما باغي يتاكد يتصل بي ونعطيه لي ديتاي كاملين ديال وهران، ديال سيتي بوتي، ديال الحي فين قرينا، ليكول فين قريت، ستاد مونريال اللي كان حدانا كنمشيو نتفرجوا فيه، والاحياء ديال وهران كامله نعددها ليه وحده بوحده، ايكميل مارافال شيبو، المهم حيت الدم ديالنا تخلط بديك التربه، راه عشنا تما كبرنا تما. Nous, on n'a pas quitté l'Algérie volontairement. C'est qu'on nous a déraciné. Gloun al ard, mjdour dienna. Tu m'as dit. Ou had chi aram naman smhoul. Dak chi, dak nes li kanou msoulina. Dak le déchirement, dak li daroulina. Voilà, justement. D'abord, li jina mel Jazair. Quand on a créé l'association, f'awel am, f'le bidaya, dana rasail. Rasail sifetna hal l'Abd al-Aziz Bouteflika. وصفنا رسالة عاوتاني للبانكيمون ملي كان بانكيمون في 2005، وزعمك على أساس يردوا علينا، وحنا رانا كنا في الجزائر تطردنا، شوفوا هذه القضية ديال الناس اللي طردتوهم يعني وخدتوا لهم الممتلكات ديالهم، وهذه زعمك اسيد ما والو يافي ميم با دو ريبونس، ما جاوبوناش. ولكن بون درنا وقفات احتجاجية، درناها في 2008، درناها قدام السفاره ديال الجزائر في الرباط، وفي ذاك الوقت انا عقل كانت الجزيره دارت واحد الريبورتاج على هذه القضيه دي، على هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي درنا، وكانوا جابوا واحد من الرباط يعني كيمثل المغرب، وواحد من الجزائر كيمثل لو بارلمون الجزائري اللي هو بوقطايا سميتو بوقطايا. هاد بوقطايا اش قال لهم؟ قال لهم حنا ما جيناش على المغاربه، الحشومه قال لهم حنا جيو على خوتنا مغاربه، ما يمكنش، هادي غير واحد المجموعه ديال الشباب ما كان عندهمش اوراق، وهادي لقيناهم وحنا ما عندهمش اوراق صيفطناهم. وهاد بوقطايا انا ما كانش يجيو نوريوه لي زيكستري داك دو نيسونس ديالنا، ماشي ديالي، ديال الالاف ديال البشر اللي جراو عليهم. داكور دونك درنا المهم كنديروا وقفات، حنا في اول الامر ملي تخلقت الجمعيه
son but c'était quoi? C'est de faire connaître le drame le Maghreb à l'échelle nationale. بعد كاين اخوان اخرين في فرنسا في بلجيكا ils ont créé هما des associations و بحال كاين محمد الشرفاوي كان دار جمعية تماك في فرنسا ومازال هو معنا و دونك عرف بالقضية على ليشيل انترناسيونال سي فولي وحتى في البارلمون بلج واحد المرة كنا حضرنا البارلمون بلج درنا واحد اللقاء تماك il était très intéressant حضروا فيه دي جورناليست الجيريان وزعما سيتي داكشي المغرب انا صراحه هذا الملف كبير وبزاف يعني اون اسوسياسيون شويه ثقيل عليها باش تشد هذا الدوسي وتدافع عليه في المحافل الدوليه انا رايي الشخصي وراي ديال شي اخوان معنا كيقول لك نورمالمون سي ان دوسي كو لو ماروك سي لوي هو اللي خصو يتبناه ولحد الان مازال ما كانش يتبني من طرف الدوله المغربيه نو اوني ماروكان اي اوني فيير داتر ماروكان اي اون فودري بيان كو لو ماروك سوكوب دو نوتر دوسي حيت كومون فولي فو كون سوا فيير دو نوتر ماروكانيتي سي نوتر ماروك نو ديفون با نوتر الوجود ديالنا يعني نوتر اكزيستونس نوتر انتي نوتر دروا ما نقولش بلي عندها تعامل سلبي لان في الاول السلطات خدموا معنا في الاول صراحه لان هما اللي رحبوا بينا وهما اللي حاولوا يخلقوا لينا واحد الارضيه ملائمه باش نندمجوا وسط المجتمع المغربي وظفوا ناس مي سولمون مي غير داك كان شويه ناقص و حيت بوتيت سيتي كان داكشي ثقيل على المغرب سيتي حي اون 75 لي مويان ما كانش هما اللي كاينين دابا دونك ربما التجاذبات السياسيه اثرت عليه وتاي حتى فوالا جوستومون نرجع لك هذه النقطه اللي هي ان المغرب بوركوا il n'a pas défendu notre cause رايي الشخصي ما دافعش على هذا لا كوز لان كان لو كوردون امبيليكال اونتر لو ماروك والجيري تي كوبي كان مقطوع داك حبل شكون التواصل ما بين المغرب كان مقطوع يعني لو مويان دو كوميونيكاسيون اون بوفي يعني بوفي نو بوفي با يافوار ليو سو كي في والمغرب واحد الحاجه فيه ديما هو مسالم ما كيبغيش يخرج للعار حيت نورمالمون سي ان كا سي ان دوسي كيل فو ديبوزي اوبري دي انستونس انترناسيونو بحال محكمة العدل الدولية ديال فهمتي محكمة لاهاي لي ناسيون زوني المغرب كيقول اللهم بيناتنا حنا العرب مسلمين وهذه نوتر لينج سال سو لاف اون فامي فهمتي مي مالوروزمون ما كاينش اذن صاغية دو لوتر كوتي الجزائر الجزائر ديما كتحمل لينا واحد العداوة اللي هي من بكري وانا والله العظيم كنقولها والله العظيم الا بكل صدق ماشي كنحاول نشوه ليماج ديال الجزائر ولا ديال المغرب ولا لان انا جو مو رابيل كنت باقي صغير جافي 16 ans اي موان كو 16 ans في الجيري جميع الرؤساء ديال الجزائر اللي دازوا كلهم يكنون واحد ضاغينا للمغرب لا بو مدين ولا بوتفليقه ولا دوك الوزراء نذكر بحال بوتفليقه المهم سي با لا بين دو روفينيغ لذاك لو باسي مي اللي بغيت نقول لك هو ان لو ريدو اي توجور بيسي دو كوتي الجيريان ريدو هابط ما يمكنش لحد الان طونكو مازال كاينين هادو